ولا وصلنا لموضوع الأمثال الشعبية بالفقرة الأخيرة لليوم. رحب أكيد فيكم من جديد بفقرة أهالينا، واللي رح نحكي فيها اليوم عن موضوع الأمثال الشعبية مثل ما ذكر محمد، وذاكرتها وعلاقتها بالواقع الاجتماعي، لأنه بالنسبة لكثيرين يعني أكثر من مجرد مثل يقال. يرى عدد من الباحثين في التراث الشفوي أن الأمثال الشعبية لا تعد عبارات ذكية وحكم صرفة فحسب، بل أيضا تعكس واقع اجتماعي وثقافي، كما تعكس وعي المجتمع تجاه الآخر. صحيح، وبعد موضوع يعني المرأة، أو يعد موضوع المرأة من أكثر المواضيع الحساسة والتي عادة ما تحتفظ بها ذاكرة الأمثال الشعبية. وبالمقابل في كثيرين كمان بيشوفوا أنه الأمثال الشعبية لم تعد المكانة كما كانت في السابق. مع تطور وسائل الإعلام والتعبير بلغات أخرى، كثير من هذه الأمثال خسرت كثيرا من حمولتها الاجتماعية. صحيح، عن الأمثال الشعبية وهل باتت تعكس واقعا اجتماعيا أم غدت تراثا منقولا بعيد عن حكايته، هو ما سيكون موضوع تقريرنا التالي. أهل أول ما تركوا شي ما قالوه. كثيرا ما نكرر هذه العبارة عند الاستشهاد بأحد الأمثال الشعبية للتأكيد على حكمة ما نقوله، أو لدعم حادثة أو تصرف معين جرى معنا. ذاكرة شعبية واجتماعية هو ما يفضل البعض أن يصف بها الأمثال الشعبية، فهي لا تعكس من خلال عباراتها القصيرة حكمة كلماتها وجمالية صياغتها ولفظها فقط، بل تكشف بحسب البعض عن الوعي الجمعي لبلد من البلدان، وعن أساطير هذا المجتمع ومعتقداته وذكوريته وصوره النمطية العنصرية تجاه الآخر. ويعد موضوع رؤية المجتمع لدور المرأة ومكانتها من بين أكثر الأمور الحساسة والتي عادة ما تحملها ذاكرة الأمثال الشعبية، فالعديد من هذه الأمثال تشجع وتحرض الرجل على تعنيف زوجته عبر القول: المرأة مثل السجادة كل فترة بدها نفض، والمرأة مثل الزيتون ما بيحلق إلا بالرص. في المقابل يرى البعض أن الأمثال الشعبية لم تعد تؤثر كما في السابق، وأنها قد لا تعكس رغم صيغتها العنصرية الواقع الحالي الموجود اليوم، كما يؤكد على ذلك الصحفي السوري دلير يوسف في مقالته المنشورة مؤخرا: العنصرية في أمثالنا الشعبية، فالمثل الذي يقول إذا كان لك عند العبد حاجة له يا سيدي ما زال يستخدم إلى يومنا هذا، لكن زمن العبيد قد ولى، وغالبا ما أخذ تكراره يعني الدعوة للمسايرة في الحياة اليومية. ويبقى السؤال هنا: هل ما زالت الأمثال الشعبية تعكس واقعا اجتماعيا معينا، أم أنها بقيت كتراث منقول نردده أحيانا لدعم كلامنا وحججنا، بمعزل عن خلفية هذا المثل أو عنصريته؟ الحديث أكيد حول هذا الجانب، يسعدنا أن نستضيف عبر السكايب معنا الكاتبة أو الكاتب والمخرج السوري دلير يوسف، وفي الاستوديو معنا المسرحي السوري حسين برو. مساء الخير. مساء النور يا هلا. مساء الخير دلير، نبدأ معك. لأي درجة الأمثال الشعبية بتعكس الواقع الاجتماعي اليوم؟ أول شيء مساء الخير. برأيي طبعا تعكس، لأي درجة ما بعرف لأي درجة، بس أكيد مو مثل قبل، لأنه صار في تطور، صار في انفتاح أكثر، صار في كتير عالم ما عاد تقبل هذا الكلام، بس بنفس الوقت لساتها بتعكس صورة كتير كبيرة من مجتمعنا. طيب ممكن نرجع بنفس السؤال للأستاذ حسين، خلينا نحكي قديش فعلا الأمثال الشعبية هي بتعكس واقع أم هي بس كلام منقول يعني أو حكم؟ لا، هي طبعا الأمثال بالذات ما هي مجرد حكمة منجزة مثلا تنقلت الأجيال. الأمثال بشكل أو بآخر هي شكل من أشكال الموروث الجمعي للثقافة، لثقافة أي شعب من الشعوب. فلذلك هي ما زالت تحمل كثير من مبررات وجودها، وكثير من الأفراد بالمجتمع بيستخدموها. بس مثل ما قال الأستاذوني بأنه فعلا هي تم تجاوز كثير منها، تم تناسي جزء مهم منها، لأنه ما عادت استخدامها بهذا الشكل اليومي يعني. فنتيجة تطور الحياة، نتيجة وجود وسائل التواصل الجديدة، بس انه الامثال هي فعلا ما زالت حية حتى اليوم. كثير من الامثال
بلحظة ما يتم استرجاعها، يعني أنت بتحسي أنه نسيتي كل شيء، بس بلحظة ما بتحسي أنه تم استعادة مثل ليعبر عن هذه الحالة. صحيح. وكانوا يقولوا يعني دائما سائدي حتى اليوم أنه القدماء ما تركوا شيء، ما حكوا كم بيقولوا نفس كله حكوا. وحلو أنه حتى الصغار بالعمر يعني المواليد الجديدة والأجيال الجديدة هي نفسها كمان عم تحفظ هاي الأمثال وعم ترجع بيقولوا لهم إياها. بس يمكن يعني في فرق، نحن من الناس الكبار شوي بالعمر بنلاقيهم كثير بيستخدموا موضوع الأمثال. صح. الجيل الجديد يمكن أقل استخدامه الأمثال. صحيح بالضبط، لأنه الجيل الجديد دخل بمجال ثاني، يعني الجيل الجديد صار في عنده انترنت، صار في عنده يوتيوب، صار يعني حتى مجال يعني الوقت المتاح له للاستخدامات الثانية فعلا صارت عم تسرق وقته كله. صرنا نحس هلا في أمثلة أمثال جديدة رح تطلع، أنا برأيي رح تتكرس مع الزمن، لها علاقة بكلمات مثل سيفته أو كلمات الواتساب أو غيره، يعني حتى أنه شفنا أنه لغة الواتساب نفسها صفة في لغة مختصرة يكتبوا فيها الناس. هي بشكل عام شلون بتنشأ الآن يعني الأمثال بالمجتمع؟ أنه بيكون في حدا قال الجملة مثلا وعجبته للناس وبتداولوها تاريخيا هيك يعني؟ هلا بالضبط هي ممكن تكون هيك حادثة صارت، تم تعليق على هذه الحادثة، بيكون صار على هذه الحادثة أكثر من تعليق، بيتم اختيار دائما التعليق اللي فيه بالضبط ممكن. يعني فيه لغة موسيقية أكثر. صحيح. زائد أنه بيكون مختصر ومكثف، يعني دائما إذا بتحس أنه المثل وقت بنضرب بنضرب بيكون يعني أربع خمس كلمات هيك بتضرب على العصب وبترجع يعني. صحيح. فمن هون أنه يعني ما ممكن يكون أنه في شخص هو اللي جم يعني ممكن في جهة الناس عم بتجمعهم يعني، بس هو بالنهاية جزء من التراث الشفوي اللي بنتقل من جيل إلى جيل. صحيح. آخر بدنا نرجع على دلير. هلا أول شيء دلير أنا ما بعرف إذا عم نلفظ اسمك صح، يا ريت تقلنا اللفظ الحقيقي ومعنى اسمك يعني. صح دلير هو مزبوط ومعناه شجاع. شجاع بالكلمة. طيب دلير أشرت أنت بمقالك عن أو اسمه كان المقال العنصرية في الأمثال الشعبية، إلا أنه هي الأمثال يعني لسه بتعبر عن رواسب ثقافية ما تزال حاضرة بحياتنا، شو اللي بتقصده بهذا الموضوع؟ يعني أنا بفكر أنه صحيح الجيل الجديد الجيلي يعني صار في عنا وسائل تعبير تانية مو بس بالأمثال، بس بالمقابل هاي الأمثال أو هاي اللغة المحكية اللي بنستعملها بحياتنا كل يوم هي بتشكل قاعدة اللي بتنبنى عليها الآراء والأفكار اللي بيقوم عليها المجتمع. طيب احيانا بيكون في امثال سيئه مدلوله سيئه او حتى عنصريه مثلا، برايك كمان هي يعني جزء من ثقافه المجتمع بتكون، ولاي درجه بتساهم يعني تكريسها ممكن يساهم بتكريس هاي الحالات؟ طبعا 100%. حتى يعني اسماء الاكل راس العبد مثلا حلو، انه طبعا هذا بيخلي ننظر لاصحاب البشره السوداء بنظره عنصريه، هذا يعني ما أنه بشكل مباشر، وغالبا مو كل العالم اللي بيقولوا راس العبد بيفكروا انه الشخص ذو البشره السوداء هو عبد، بس هو بيخلق حاله لاوعي اللاوعي الجمعي، قصدي بالمجتمع مو كافراد يعني كحاله جمعيه، طبعا بيخلق حاله من العنصريه، او وانا بقصد بالعنصريه مو بس العنصريه باللون، يعني بقصد بالعنصرية الطائفية، التحيز ضد النساء، كل هدول المسميات. نعم. وطبعا يعني بشوف المشاكل الموجودة هلأ بمجتمعاتنا، طبعا هي يعني ما بتجي فجأة، هي نتائج قاعدة كبيرة من هذا الشيء. طيب رح نقول نفس الموضوع لسيد حسين، يعني عم نحكي هلا كنا عن انه قديش ممكن المثل يكون حكمه، وبنفس الوقت في امثال ممكن مثل ما ذكر دلير انه عم تكون يعني في عنصريه او مثلا عم تكرس خلينا نقول حاله معينه بالمجتمع. تماما، يعني هلا هو دلير وترجمته شجاع، انا برايي كان شجاع باختيار العنوان تبع المقال، لانه كان مهم جدا انه يضوى على هيك قضيه بهذا الوقت، نحن نتعامل مع الامثال وكانه انه هي يعني ما لها علاقه فينا. لا، هي الأمثال ما دامت مستمرة حتى هذه اللحظة، إذا ما زال هناك جزء من وعينا، مو بس لوعينا، حتى جزء من وعينا يمارس بهذا الشكل حتى يستخدم هذه الأمثال. المشكلة الأكبر يعني أنه هلأ بجوز يكون العنصرية يعني هي لا تنسحب على كل مثل ما بيقولوا السيستم تبع الأمثال، يعني في أمثال ممكن تكون عنصرية العلاقة باللون، العلاقة بالدين، بالطائفة، بكذا، في أمثال اللي مجتمعية مثلا هي مثلا ضد المرأة، واللي هي أكثر أنواع الأمثلة على فكرة، يعني حتى الأمثلة اللي بتحكي ما بتحكي عن المرأة، يتم استخدام صيغة المؤنث فيها،
يعني وقت بتحكي على شغله سيئه بيتم استخدام صيغه مؤنث، ما بيتم استخدام صيغه مذكر فيها، ترسيخ يعني للموضوع بالضبط. اكثر. فلذلك يعني التعامل فعلا تم تجاوزه، لكن فعلا ما زالت هي موجوده في راسنا، وهي الجذر الاساسي بانه كل شعب من الشعوب بشكل عام يعني بحس حاله انه هو الافضل، هو الاقوى، وهي بتنتقل من شعب الى مناطق، يعني الى مناطقيه الى وللاسف نحن الفتره الاخيره بسوريا وصلنا انه الى المناطقيه الابعد لسه، فبتلاقي انه ابن فلان قريه بيحكي على ابن فلان قريه، بطلع امثال يعني بتتكرر. صحيح. هذه الامثال برايك الامثال يعني السلبيه في كثيرين منا بيكرروا يمكن مثل يعني استدعاء بيكون غير مقصود او يعني عفو الخاطر هيك بتطلع. برايك لازم واحد يبتعد عنه هدول الامثال فيهم تكريس؟ طبعا لازم. هلا في كلمه مثلا مستخدمه كثيرين مستخدمه وبنقول على سبيل الاعتذار والله اسود وجهي منك، هي شكل من اشكال عنصريه. انا عم بقصد فيها اللون الاخر اللي انا عم بعتبر بانه عملت معك سيئه وهذه السيئة خلت وجهي يصير أسود، إذن الأسود سيء، يعني نحن ما بناخده بدلالات بدراسة الدلالة، لذلك بنحس إنه هاي كلمة أنا عم بعتذر فيها منك، لكن هي شكل من أشكال الإساءة للجنس البشري يعني. كامل يعني لمجموعة بشرية. الشيء يعني أكثر من مثل مستخدمه بحياتنا الطبيعية بنعتبر إنه هن كتير عاديين، لكن هن فعلاً فيهم كتير من الإساءة لشخص مو اللي قدامك، ممكن يكون إساءة لشخص غائب، لشخص ما هو موجود. وهذا اللي يعني إذا ردنا الواحد يعدهم الأمثال بيشوف إنه فعلاً كتار وهن مستخدمين بحياتنا اليومية. عن جد بتحس إنه مثل ما قال بالسليقة بيطلعوا معنا بدون ما ننتبه. طيب دلير بدي كنت أحكي عن جملة يعني ذكرها التقرير، يمكن قال إنه إذا كان إلك عند العبد حاجة إله يا سيدي، يعني هذا المثل كثير الناس بتقوله وما زال يعني يذكر بذات المعاني بأيامنا هي، يعني بنحس إنه هلأ استخدامه صار أكثر يعني من قبل. خلينا نحكي عن هذه الأمثال اللي فعلا فيها شيء من الواقع أو عم ترجع تترسخ هلأ بالحياة الجديدة وعم نضطر إنه نستخدمها لأنه فعلا موجود هيك شيء. أنا بفكر هو فعلا موجود هيك شيء، لسه في عبيد، لسه في العاملات المنزليات اللي بيجيبوهم من دول شرق آسيا، لسه في تجارة العبيد اللي بليبيا اللي ما كتير يعني مجتمعهم ما كتير غريب عن مجتمعنا، لسه في تجارة عبيد بشكل كبير. نفس الشيء بالنسبة للنساء، الكلمات اللي بنستعملها بحياتنا اليومية أو الأقوال اللي بنستعملها بحياتنا اليومية الموجهة ضد النساء. أنا بفكر إنه يمكن صار الوقت إنه نوقف نستعمل هيك كلمات، واللي بيحكيهم قدامنا نحاول نوقفه يستعمل هيك كلمات على الأقل، مشان يعني بالمستقبل ما يصير ببلادنا مثل ما صاير هلأ يعني. طيب دلير، من خلال متابعتك لأي درجة في اختلاف بالأمثال المتداولة من مجتمع لتاني؟ هلا أنا لأنه عم أكتب بهذا الموقع، هو موقع عربي جمهوره عربي مانو سوري، فبحاول دور على نفس الشيء بمصر أو بالمغرب أو بفلسطين أو بالعراق. الحقيقة مجتمعاتنا كلها بهي البلاد تشبه بعضها والاختلافات هي اختلافات لهجات، اختلافات صغيرة محلية صغيرة، بس بالشكل العام هي بلاد تشبه بعضها، ناس بيشبهوا بعضهم، عنصرية بتشبه بعضها حتى. ف يعني المجتمعات يعني العربية بتتقارب يعني فيها المضامين، يعني مع الأسف نحن بنشبه بعض الشغلات المو منيحة يعني بالسلبي. طيب معناتها خلونا هيك قبل ما نختم الفقرة نشوف شو أكثر فعلا مثل تستخدمه بحياتك أستاذ حسين وراسخ لهلا. هلا ما يعني فعلا يمكن أنا كثير قليل باستخدام الأمثلة، ما كثير، بس احيانا ممكن تطلع معي ب يعني بحديثي، بس فعلا هلا ما خاطر في بالي انه انا استخدم مثل كثير بحياتي يعني او كلمه. بلير انت بتستعمل اوقات هيك شيء مع انه يمكن ما لازم اسالك هالسؤال؟ يعني احيانا بس بحس على حالي، بنتبه على حالي يعني، بعمل ضوابط، بستعمل مثل كل العالم يعني، بستعمل هذا يعني، انا كبرت مع هذا الحكي. هو هي الفكره انه صار شيء لصيق فينا يعني، انه كيف نحن ممكن نقدر يعني نوقف هذا الشيء او نخلي الناس اللي حوالين فعلا يوقفوا من استعماله. الواحد يعني بيدرب حاله، ما بعرف، بيضبط حاله، بيربي حاله من اول وجديد يعني، ما بعرف، او ما نعلم يمكن اولادنا استاذ حسين. بس يمكن بنوه انه مو كل الامثله بالاخير او الامثال هي سلبيه، في امثال كمان ايجابيه تراث يعني بيضبط. لا في امثله بيقول بس انه تفضل سريعا ليه، دائما بنقول انه اهل اول ما تركوا شيء ما قالوه، بس هذا يعني اهل اول ما كانوا افهم منا يعني، فهن مو كل شيء قالوه صح يعني.
يعني طيب الحياة عم تمشي بتتطور أكيد. تمام يعني. تعليق سريع لأن وقتنا تقريبا خلص أستاذ حسين. مثل ما أنت قلت بالضبط يعني هو ليست العلة في الأمثال الشعبية إنما العلة في آلية استخدام هذه الأمثال الشعبية. حتما هناك كثير من الأمثال اللي مفيد استخدامها مفيد تكرارها اللي بتعطي جزء من ثقافة تانية يعني قوة ما. شكرا كثير لك لوجودك معنا المسرحي حسين برو هون بالاستوديو وكان معنا كمان عبر سكايب. بدنا نشكر دلير يوسف شكرا لك صحك طبعا السوري. شكرا لكم وشكر موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقه اليوم. انتظرونا بكره بنفس التوقيت بحلقه جديده. شوفكم بخير الى اللقاء.